نيجي عند موضوع اللي هو مدة حرق الطعام في الجسم. يعني لو انت واكل مثلا من ساعتين، بتحتاج تمرين قد ايه بالظبط عشان تحرق الاكل اللي انت اكلته، او تخلص على الاكل اللي في معدتك وتبدا تخش على الدهون؟ علميا وعمليا ومنطقيا 45 دقيقة. معنى كده ان انت اول 45 دقيقة من التمارين بتحرق الاكل اللي انت اكلته، ما بتخش على الدهون. اخر تلاقي واحد بيجي كل يوم يتمرن 45 دقيقة يقول لك انا ما بخسش. ايوه، ما انت بتخسش، انت بتحرق الاكل اللي انت اكلته، بتظبط جسمك، بتحافظ على وزن جسمك، ما بتخسش، لانك انت اول 45 دقيقة من التمارين بتحرق الاكل اللي انت اكلته. معنى كده يا كابتن انا محتاج على الاقل فوق ال 45 دقيقة، لانك بعد ال 45 دقيقة تمارين تبدأ تخش تحرق من الدهون. معنى كده اللي انت اول 45 دقيقة دي للصحة العامة، لجسمك، لحالتك النفسية والى اخره، علاجات كتيرة. ولكن كحرق دهون اول 45 دقيقة لما تتمرن، بعد 45 دقيقة وتقف وتخلص، انت ما دخلتش على الدهون، انت يا دوبك حرقت الاكل اللي في جسمك. طيب النقطة دي مهمة جدا، لان انت تلاقي في مدرب بيجي يمرن اللاعب يقول له تعال يمرنه نص ساعة و45 دقيقة، يقول له بخسسك. انت بتخسسهوش، انت بتحافظه على جسمه. امال عشان اخسس يا كابتن، اقول لك بقى، اول 45 دقيقة ده بتعمل حرق للاكل اللي اكله. بعد ال 45 دقيقة كل مثلا ساعة مثلا، ولا تكون ساعة مثلا، بتحرق لك نص كيلو دهون او كيلو، او حسب ده، حسب بترجع على حسب العوامل الشخصيه بتاعتك، الفروق الفرديه بتاعتك. في اجسام بتحرق بسرعه، في اجسام بتغيب في الحرق، في اجسام ده اتمرنت بقى لها فتره، بقى لها كام شهر وموضوع الحرق وقف عندها، وفي كتير جدا. ولكن انا بتكلم على اهم نقطه، ان انت لما أول 45 دقيقة من التمارين بتحرق الأكل بس، عشان لما تيجي تعمل بروجرام، تيجي تمرن ولد مثلا تخين وعايز يخس، أو بنت، وتيجي يبقى أنت ما تمرنوش 45 دقيقة. طب يا كابتن هتيجي عند معضلة تانية، ال 45 دقيقة دولت الولد مش ما عندوش قدرة تحمل 45 دقيقة اللي هو يخسس. هقول لك أوكي، يبقى أنت محتاج الأول تعمل له تقويات في بدايه التمرين، اول اسبوع مثلا تقويات ما تخسسوش. يبقى هنرجع دلوقتي، هنيجي لحاجه مهمه اكتر، اللي هي ممنوع تخسس اللاعب اول ما يجي لك. اللاعب اول ما يجي لك بتعمل له تقويات الاول، لان اللاعب لو جسمه ضعيف مش قوي مش هيقدر يكمل لك 10 دقايق من التمرين. يبقى انت محتاج تقويه الاول، بحيث جسمه يبقى عنده مقدره يتمرن ساعتين من غير ما يضعف، علشان اول 45 دقيقه اللي قلنا عليهم دولت بتحرق الاكل اللي في المعده فقط، ما بتحرقش الدهون. وفي حاجه كمان مهمه يا كوتش. طب خلي الحاجات طب ماشي خلاص، كمل لو سؤال ماشي، امال اضافه ولا كده، انت خد معايا ده اللي عندك واشتغل عليه. هي في حاجه بس كل بيعملها، يعني انا بشوفها، انا من وجهه نظري بشوفها غلط، ان اول ما اللاعب بيجي يخسس بيعمل له برنامج غذائي ينقص الاكل. مع التدريب. ما هو انت مالكش دخل، بتعمل تقويات يعني. ما انا بقى مالك، لكن هو بيمكنه يخسس، هو هتخسس، خليه اكله زي ما هو عادي لغايه مده شهر، لغايه ما جسمه ياخد على التدريب عامه، فكده نبدا نقلل جزء بسيط قوي من الاكل، لغايه ما يبدا يتعود على تقليل الاكل مع التدريب، عشان مش التدريب مضاعف تخسيس وفي نفس الوقت تدريب، فمش هيقدر يكمل وهيقوم جاي سايب التدريب على طول. طيب الكابتن دوارس طبعا بيقول اللي هو ممنوع تعمل له نظام غذائي، طبعا ده صح، مفيش نظام غذائي بيتعمل في الاول، قصدي تخسيس او دايت، تعمل له دايت في الاول. يعني انت المفروض ما تعملوش دايت، تعمل له تقويات.
انت اهتم بالتمرين بس، الاكل نظام غذائي صحي وخلاص، ما تقولوش قلل من الاكل، لان القوة تتعارض مع تقليل الاكل. والاكل يا كابتن يبقى بعد التمرين ولا قبله؟ لا دي هقول لحضرتك حاجه، اللاعب حسب اللاعب، لو جديد قديم يعني، في لاعب قديم ممكن ياكل قبل التمرين واثناء التمرين وبعد التمرين خلاص، وفي اللاعب لسه جديد جاي لك ده طبعا بتعمل له زي ساعتين قبلها، او يعني ياكل على الاقل قبلها بساعتين عشان يكون الاكل راح للمجرى الطبيعي. انا اقصد بعد التمرين ما ياكلش لو انا عايز اخسسه، ده اهم حاجه. الموضوع بقى انا خلينا نتكلم في الخصوصيه المعينه، اما موضوع الاكل بعد التمرين الكلام ده ممكن نسيبه للدكتور اسماعيل. انا عايز ادي الحاجات اللي هي الزيتونه نتكلم فيها. تمام. هي دي الزيتونه اللي قايل لك من بدري يا كابتن بتقولها. كابتن وليد الزيتون شكل كده الكابتن رضا معانا والله. الزيتونه اللي لما يجي لك لاعب عايز يخسس اوعى تعمل له برنامج غذائي تخسيس، لا اوعى تعمل له تخسيس، ما تخسسوش. امال اعمل ايه؟ اول حاجه تعمل له تقويات. حتى لو لاعب جالك جاي عايز يخسس وقدراته في التمرين هيقعد قد ايه يتمرن ويتعب؟ مش هيكمل 10 ايام مثلا، يبقى هو ضعيف، يبقى هو ما كملش الساعه الا ربع اللي هو اللي محتاجين يحرق فيه الاكل اللي في جسمه عشان يخش على الدهون. احنا محتاجين على الاقل ساعتين تمرين، طب هو ضعيف مش هيديك الساعتين تمرين، يبقى تعمل له اول حاجه التقويات، نقوي له جسم الاول. تقويات اللي هي تمارين من ثبات، يعني ابعد عن التمارين الحركه والهزاز وكده، تقويات. طب ممكن تديله هزاز حركه، ممكن تديله بس مش الطريقه اللي تخسس. طيب احنا كده عرفنا حاجات مهمه جدا، واللي هي رقم واحد اللي انت اول 45 دقيقه من التمارين دي حرقات. من بعد 45 دقيقه يبدا يحرم الدهون. طيب لو يخش مثلا بعد 45 دقيقه عملت نص ساعه، يعني ساعه وربع، يبقى انت ممكن نقول مثلا افتراضي يعني حرقت كيلو، الساعه اللي بعدها كيلو كمان، 2 كيلو، 3، 4، يبقى كل بتزود المده في التمرين كل ما يحرق اكتر. يعني معنى كده ان انت ممكن لو بتمرن لاعب 3 ايام في الاسبوع كل يوم ساعتين مثلا 6 ساعات، لو الست ساعات دولت ممكن تعملهم في يوم واحد ورا بعض، تجيب يبقى جبت فايده تمرين مش 3 ايام بقى، لا اسبوعين. ليه يا كابتن؟ ما انت خصمت من كل يوم 45 دقيقه الاوليين، وبناء عليه هيديك الايه؟ اضرب في 2، يبقى انت ممكن عملت تمرين واحد في اسبوعين. طيب ده طبعا في هتيجي واحد مثلا يقول لي يا كابتن ده مش عارف عنده ايه، ده ممكن ما ينفعش معاه. انا بكلمك بوجه عام، اما في حاجات كتيره جدا تدخل في الموضوع، بس انا بقول لك بفكر عام، اللي هو اول 45 دقيقه ده بيحرم الاكل اللي في جسمك، تبدا تخش على الدهون. طب اللاعب ما عندوش القدره اللي هو يقدر يتمرن ساعتين متواصل، اوكي اعمله تقويات الاول لحد ما تلاقي جسمه بدا قوي، ابدا اعمله تخسيس. مثال ده اللاعب جاي لك اهوت، قوته في القاع هنا ولتكن مثلا 5 ريختر القوة بتاعته، في علاقة طردية بالقوة والتخسيس والضعف. بمعنى لو أنا قوتي الإيد الشمال دي ووزني في اليمين، كل لما وزن الجسم ينزل لتحت يخس القوة بتنزل معاه. طب الواد لو جالك أول يوم قوته ولتكن 100%، وزنه وليكن 100 كيلو، لو خسسته 10 كيلو بقى 90 كيلو، القوة بتاعته 100% هتنزل ل 90%. طيب إذا أنت محتاج تزود القوة من 100% ل 200% بحيث لما الوزن ينزل 10 كيلو القوة تنزل
يبقى القوة ما نزلتش عن المعدل الطبيعي بتاعها. يبقى إذن في علاقة طردية بين كتلة الجسم وزن الجسم وبين قوة الجسم وضعفها. كل ما وزن الجسم ينزل قوة الجسم بتنزل. طيب المعدل الطبيعي بتاعه القوة بتاعته الطبيعية 100%. لو انت نزلت القوة الطبيعية بتاعته وضعف، اول عامل اللي هو التخسيس ده فشل، لان القوة الطبيعية ما بتستحملش فترة طويلة وهترجع تاني، وبالتالي الوزن هيزيد اكتر. يبقى انت محتاج تعمل تقويات تقوي الاول 100% دي، قول مثلا خليها 110%، زودت 10% قوة والوزن بتاعه 100 كيلو، نزل 100 كيلو 90، نزله 10 كيلو والقوة الطبيعية اللي انت زودتها 10% بقت 110%، نزلها 10 لانه نزلوا مع بعض، اذا رجعت 100% الطبيعية. اذا الانسان ما ضعفش من من الرياضة عندك واصبح قوته طبيعية زي ما هي مع نزول الوزن، وده افضل طريقة للتخسيس على الاطلاق. حد عنده سؤال في النقطه دي بالذات؟ كابتن لو سمحت، يعني بالنسبه لهذا الموضوع معناته هو الفكره صحيحه انه تحويل الدهون الى قوه عضليه، الى تكبير العضل. في هيدي الفكره المختصره، يعني تكبير العضل. تكبير العضل ده كمان مش بمعنى بمعنى قوه العضله، مش تكبير، يعني بمعنى تحويل الدهون، حرق الدهون وتحويلها الى قوه عضليه. موضوع التحويل وده انا يعني انا مش متخصص فيه شويه، بس انا بقول لك على طريقه التخسيس باستخدام الكارديو، باستخدام الكيك بوكس. ايه طريقه التخسيس؟ ما بجيش لا على بناء العضله والقوه العضليه او الحجم العضله او او او. اقول لك موضوع على حسب علمي ان العضله، ولتكن عضله زي دي كده كبيرة ولا صغيرة؟ لا ضعيفة، صغيرة. ان شاء الله عليك. كبيرة يا اخوات. احنا كبيرة يا اخوات. احنا كبيرة العضلات. ايه كابتن حمادة. ايه شجعوني. في حلوة يا دكتور، حلوة تمشي. كابتن حمادة، احنا بعنا برياضاتنا القتالية بالاخص بالكيك بوكسين، ما بيهمنا كبر العضلة، بالعكس نحن بنشتغل على صغر العضلة وقوتها. نحن بنشتغل على الصغر العضلي. غلط. يعني كل تمارين حضرتك بتعرف. وصلت. بنشتغل انه تصغير العضلي بقوه كبيره. اوكي. دي هو طبعا كلنا عارفينها واتضح اخيرا اليوم. كل ما الكتله العضليه كبرت كل ما قوتها زادت. احنا كان عندنا مفهوم غلط. اللي هو خليك خفيف، القوه بالعصب والاخره. وطبعا لو انت شفت جميع الابطال العالم الكبار، وليكن اي زي بدر هاري مثلا، اتجه كرفيع وكان عصبه قوي وكان سريع والاخره، اتجه من حوالي 7-8 سنين لكمال الاجسام وبناء قوه عضليه. لان القوه العضليه انت هتقدر، هقول لك، هتقدر ترفع شخص مثلا 100 كيلو انت مش قادر ترفعه، هتعمل ايه؟ هتكبر العضله وتقويها عشان تقدر تشيل ال 100 كيلو، صح؟ هي نفس القصة. انت بتضرب الضربة دي قوتها 50 رختر، انت عايز تخليها 100 رختر، هتزود العضلة. فده طبعا كان مفهوم غلط عندنا، لان التأسيس بتاعنا كله كان كونغ فو، والكونغ فو كان بيعتمد على الخفة والسرعة وخلافه، ولكن مش بيعتمد على القوة. لان طبيعة الكونغ فو اللي هو طلع من شو بتاعه من الصين، كان يعتمد هما كلهم بيعتمدهم على مش على القوة. عشان كده تلاقيهم في كل افلامهم يجيبوا واحد روسي عضلات، ولما يغلبوه يعملوا حاجة كبيرة. فطبعا النظريات بتاعتهم دي طلعت غلط، هم اعترفوا في الاخر اللي هي غلط، وان اللي هو القوه الاساس في العضل مش بصغرها، بحجمها. ثانيا، هات لي واحد من بتوع اللي هم الابطال العالم كده لازم بيلعب كمال اجسام، لازم. طيب موضوع العضله، يعني ايه تكبير العضله؟ تكبير العضله بالفلاحي يعني عضله زي دي، انا كنت بشرح من شويه، شوف كده عضله زي دي. العضله دي عباره عن الياف عضليه. الالياف العضليه دي عشان تكبرها تبقى قد كده، بتعمل على تمارين طبعا، والعضله تشتغل بيحصلها زي تمطيط كده،
فالتنطيط ده الالياف العضليه بتتقطع، فلما تتقطع بيبقى فيها التفاضيه بين الليفه وبين الثانيه، الليفه دي بتتملى دم، الدم ده بيبدا بعد كده يتكون ويبدا يبني الياف عضليه مزيفه. الالياف العضليه المزيفه دي حتى تلاقي واحد راح الجيم بعد اسبوعين لا العضله كبرت، دي عضله مزيفه، وبعديها لما يبطل بعد اسبوع ولا اسبوعين راحت العضله، راحت فين عم الحاج؟ ما هي مزيفه. عشان كده يبني عضله بيسموها عضل الياف عضليه مزيفه، لان هي كانت عباره عن الالياف العضليه وليكن كده الصبعين دول، اما بتلعب حديد يحصل زي تمزق الالياف العضليه والالياف العضليه وبيحط وبتاكل انت كتير والضخ الدم يزيد على في العضله، فبيبدا يلحم بالالياف العضليه دي، الالياف العضليه دي ويبني الياف عضليه مزوره مزيفه. والالياف العضليه دي مزيفه عندها حاجتين، اما تستمر في التمرين فتره طويله عشان تحول الليفه العضليه المزيفه الى حقيقيه، او تبطل تمرين كمال اجسام وتبدا بقى اما تحول لدهون او مش عارف او يحصل حسب بقى ايه موضوع كمال اجسام ده. دي انا بشرح بالفلاحي. نعم استاذ، سؤال زكريد. نعم بس صغير تفضل. بالنسبة للأخ محمد زكريا، كابتن محمد زكريا، مشكلته انه بياخد فيتامين سي في نفس الوقت اللي بياخد فيه مكمل الحديد، ممكن الاثنين بيرفضوا بعض، فهو الافضل ليه يعني مثلا اذا هو محتاج، اذا مش محتاج فيتامين سي حاليا فيوقف. احنا اتفقنا زيادة الفيتامين سي مش هي المشكلة، مش زيادته هي المشكلة، والمشكلة ان بياخدهم الاثنين مع بعض. فهنا المشكلة ان في بعض الفيتامينات بيتضاربوا مع بعض، واحد فيهم يمتص وواحد لا يمتص، فهو الافضل انه لا يوقف فيتامين سي مؤقتا لفترة زمنية لغاية ما يخلص كورسه من الحديد او تظبيط الحديد عنده، او ياخدهم في فترات متفاوتة متباعدة عن بعض. انما زياده الفيتامين سي زي ما قلت لحضرتك انها بتنزل في الماء ما لهاش اي تاثير ولا تختزن في الجسم ولا لها اي اضرار ابدا، واسف على الاطاله. شكرا دكتور، الله يطول عمرك. الله يخليك. طيب كابتن، بالنسبه لزياده الوزن، عن اذنك سؤال بس، بالنسبه لزياده الوزن شو هو البرنامج السريع مشان زياده الوزن او او الفيتامين؟ أنا ما عنديش خبرة كتير، اللي أنا أقول لك بالظبط الموضوع زيادة الوزن طبيا. أما رياضيا أقول لك، رياضيا كل التمارين والرياضات اللي يعملها حتى حركات جسمه حتى لما يمشي في الشارع كل ده يعمله بطيء. الحركة بيزود بيزود الجسم. يعني زي وأدي لك مثال زي اللاعب كمال أجسام. لاعب كمال أجسام عايز يكبر العضلة. هيلعب خف بالراحة ولا سريع؟ بالراحة، بطيء يكبر يضخم بالفلاحي كده، العب بطيء تضخم، العب سريع تخسس. خطك اعمل لي بقى كل التمارين بنفس القصة، سواء بطن سواء عولة سواء جري سواء كل، حتى الجري هتقول لي ازاي اجري وبطيء؟ اجري على البطيء الممل زي يعني تاتا تاتا واحدة واحدة، يعني تخيل تجري على بطيء كده، ما هو كل ده لان ده بيبني العضله بقى، ده بيبدا ضخ الدم، ده بيخليك تاكل اكتر مع وتزود الاكل، بدل تاكل ثلاث مرات كل سته. انا هديك سريع كده، كنت جرينا حوالي تقريبا حوالي 40 كيلو من عندنا من كفر الشيخ لحد اميوط، وطور وطور رايح جاي مرتين، رايح جاي ورايح، بس مش عارف 20 21 فيك 21 40 كيلو. في ال 40 كيلو دول عشان خططت لهم حوالي اسبوع، خدت شنطه في كده فيها اكل وشرب وفيها كل حاجه سندوتشات. وطول ما انا بجري كان بيها معدتي اللي كنت بتمرن او خفيف، او المعده الاكل بيخلص بسرعه بيتهضم بسرعه عشان كنت بتمرن كتير، فكل لما احس ان المعده فضت وطبعا يوم الدين يعمل زي بنزين يجلين اكمل جري.
وكنت بجري على البطيء، فرجعت بعد الفتره ديت كان حوالي 4 ساعات ونص. الاربع ساعات ونص نزلت فيهم 9 كيلو في مره واحده، مع ان جسمي ما كانش فيه دهون، ولكن جريت 40 كيلو متواصل 4 ساعات ونص، وكان على البطيء ممل، مش بطيء بقى يعني وسط كده، وجسمي ما كانش فيه دهون، وكنت باكل كل شويه يعني كل شويه سندوتش اشرب وانا بجري، ومع ذلك خسيت 9 كيلو. بس طبعا 9 كيلو مش دهون، انت هتلاقي نسبه كبيره منهم ميه، نسبه كبيره منهم لوك كده. بس انا الحاجات السريعه اللي انت ممكن تكثف المده الزمنيه، لان طبعا زي ما قلنا نرجع تاني، اول 45 دقيقه دي بتحرق من الاكل، بعد كده دهون وخلاف. كابتن حماده سؤال لو سمحت. اتفضل. الكتلة العضلية إذا كبرت كعضلة الزند، حصرا عضلة الزند أو عضلة الكتف، الزند اللي هي الزند ساعد دي زي بتاعتي كده، أيوان زي بتاعتك ما شاء الله، بتأثر بتأثر بشي بتقل الحركة بالقتال كتر العضلة يعني؟ طبعا لا يسر ازاي يبقى السرعه الكتله السرعه كل ما تزيد بتدي تقل الحركه انت توصل السرعه بتقل ولا بتزيد السرعه ايوه السرعه بتزيد قصدي بتقل ولكن القوه بتزيد انت مش عايز في الاحتراف تزود سرعه انت مش محتاج سرعه لان زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت كل ما زادت سرعه الجسم كل ما خف وزنه انت بتشوف الصواريخ اللي بتطلع اللي بتطلع تشيل القمر الصناعي فوق عشان تخترق الجو وتطلع مجال الجوي لازم تكون سرعه فوق 600 كيلو اكتر من 600 كيلو في الثانيه يعني تعدي سرعه الصوت لو السرعه قلت عن كده الوزن بيتقل ما تعرفش تعدي الغلاف الجوي ثانيا هقول لك الالم ده هو ثابت كده وزنه وليكن 100 جرام لو الألم ده سرعته زادت لف مثلا كده بسرعة وزنه بيخف هقولك أقولك مثال تاني سوري حتى إذنك يا كوتش العربية يبقى وزنها 5 طن في سرعتها بتبقى 5 كيلو أيوة الله ينور عليك ال 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 البتاع اللي هي الونانة اللي أنت بتقولي في الهواء دي الونانة ديت سرعتها على الأرض وليكن مثلا 0.5 كيلو 100 جرام لما تلفها السرعة زادت بتاعتها وزنها خف وتلاقي طايرة في الهواء طيب كابتن حمادة سؤال تاني لو سمحت عشانك أعملك بس سريعا وبناء عليه كلما زادت سرعة الجسم كلما خف وزنه وبالتالي قلت قوته انت كلاعب كيك بوكس محترفين انت عايز تزود القوة فبتستعمل طريقة اللي هي القوة الاول والوزن ده لزيادة القوة ولكن مش كزيادة السرعة بحد ذاتها يعني. انا بشتغل على تمرينات القوة استاذ حمادة يعني انت بتنصح العضلية التمرين يكون في تمرين حديد اسمعني طيب اسمعني بس. الكتله العضليه بتتناسب طرديا مع السرعه مش عكسيه فانا كلاعب كيك بوكسنج او مدرب كيك بوكسنج انا بمرن اللاعب على القوه بعد كده على السرعه بعد كده بمزج التمرين بتاعي يبقى القوه مع السرعه اي قوه مميزه بالسرعه فالقوه مش مضاده للسرعه بالعكس القوه بتنمي السرعه بس حسب التمرين شكرا يا كوتش سؤال كابتن حماده لحد دلوقتي ما جاوبتش عليه كابتن حماده لو سمحت اكمل سؤالي اتفضل يعني حضرتك بتنصح يكون مع التمرين الكيك بوكس يكون في حديد طبعا اساسي تنصح بهالشيء بس ده بقى دلوقتي في 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 اغلب المدارس لازم يلعب 3 ايام حديد و3 كيك بوكس شكرا كثير لك استاذ ده لازم هلا بالنسبه يعطيك العافيه كابتن هلا بالنسبه للكابتن من شوي حكي انه القوه ما تتناقض مع السرعه هذا الحكي كمان يعني من وجهه نظر انه كمان صحيح والدليل انه لما طلقه فرد او روسيه
لما بتشيلها بتضربها بواحد ما بيموت، بس لما بتحطها بقلب الهي السرعة تولد القوة، ولكن لما بدها تكون قوة دائمة السرعة تولد القوة، والقوة أيضا تناسب مع السرعة لما بتكون قوة دائمة، فبيكون تأثير الكبير. صحيح. أنا حاسس اسمحكم في حاجة بس كده، الهرب أنا مش راح مثلا أهتم بالقوة ولغي السرعة، لأن طبيعتنا طبيعة اللعبة كلها تعتمد على السرعة، فأنا عايزين نهتم بالكسور والعيوب اللي عندنا اللي هي القوة، وبعد ما تقويها ابدأ اشتغل بقى على السرعة اللي هي طبيعتك اللي انت طبيعتك بتمرن بيها. يعني كل مدربين، مش عايز اقول لك العالم كله بيعتمد على طريقة التدريب بالسرعات، السرعة اضرب اسرع واصل الضرب اكتر اسرع، ولكن الاهتمام بالقوة الاتجاه العام بتاعها مش موجود عندنا احنا. يعني انت عمرك انت جالك لاعب كده تقول له روح العب لحديد قوله حديد الاول، ما بتقولوش قوله الضرب الاول، ما عندكش. هل انت بتعلمه الضربه الصحيحه الاول ولا القوه الاول؟ بتعلمه الضربه الصحيحه الاول، وعشان تعلمه الضربه الصحيحه بتعمله تكرار، والتكرار ده كله بيؤدي الى الواد يتعود ان هي الضربه تكون سريعه تكون احسن، ولكن انت ما بتعلمهوش ان اهم حاجه القوه بتاعتها. يعني لانك انت خد بالك القوه، يعني انا مش اقصد قلل السرعه، لا احنا عايزين سرعه اكتر ولكن مع قوه عاليه. عشان كده كنت بقول لك العب بقوه الاول بالراحه، وبعد كده زود السرعه بعد الحفاظ على استخدام القوه بنسبه 100%. في سؤال تاني هو بيقول اذا كلما زاد الوزن كلما قلت السرعه، مظبوط، وكسرت القوة، مظبوط، وكلما قل الوزن زادت السرعة ولكن تقل القوة، تقل القوة، مظبوط. شكرا كابتن أحمد عمنا. طيب حد عنده سؤال في الموضوع ده كله؟ كابتن حمادة، كابتن حمادة السؤال بتاعي معلش لحد دلوقتي ما جاوبتش عليه، هو الدهون بتنزل في صورة ايه بالظبط؟ انا قلت لك عن دي انا مش متخصص فيها قوي، يعني انا بديك الزيت. طيب. اما موضوع بقى دون تدري، اسمح لي اتدخل استاذ كابتن حماده، لو حد يعرف السؤال ده ممكن يجاوب عليه معلش، لو حد يعرف يجاوبني على السؤال ده. بتخرج عن شيء لو سمحت، لو سمحت اللي عارف اتفضل. اتفضل يا دكتور اسماعيل، اتفضل دكتور اسماعيل. انا اسف اذا دخلت، معلش يا كابتن حماده. لا اتفضل. الدهون بتخرج عن طريق حاجتين، عن طريق العرق والتنفس، وعشان كده مهمة جدا الرياضة والتنفس. الدهون بتخرج عن طريق الحاجتين دول، العرق يعني والتنفس. المعلومة بتاعتي صح؟ تمام. نعم تمام يا دكتور، ألف شكرا يا دكتور. الله يجزي خير يا فندم. شكرا دكتور. أنا عندي سؤال لو سمحت. تفضل. في لعيبة طبعا في مرحلة الاحتراف بيكون الحجم كبير ومع الرغم من وزنه قليل، يعني بيبقى ازاي بيكون هو حجم عضلي كبير وباور وسرعه وكل حاجه، ومع الرغم ده بيكون الميزان خفيف؟ ممكن يكون عظمه خفيف، عظم يمكن يكون مع التمرين متزايد. صديقي العزيز كابتن حماده، كابتن حماده لو سمحت بس اجابه عن سؤال الكابتن اللي سال، انه الدهون شلون تطلع من الجسم مع التمرين. مو هيك كان سؤال الكابتن؟ لا، هي الدهون بتخرج في صوره ايه؟ الدهون نفسها بتخرج في صوره ايه؟ عشان في ناس في ناس كتيره بتختلف عليها، يعني عشان بس المعلومه اللي بدها تثبت. كويس. اتفضل يا كابتن. اتفضل صديقي العزيز. الدهون بتطلع من الجسم مع التمرين، بالتمرين تطلع الدهون تتحول لغذاء العضله، العضله تتغذى من الدهون اللي انت عم تحرقها. نعم دي حقيقة. تمام. معلش، طب ما طالما العضلة بتتغذى على الدهون اللي هي بتحرقها، معنى كده ان الجسم بيفقد نسبة دهون بحيث ان هو بيبدا يتحرق. ما هي بتتحرق عشان تغذي، هي دي بقى اللي انا عايز اوصلها. لان نعم، لان عندي شويه الدهون بتتحرق عشان تولد طاقة، وبتخرج عن طريق العرق وعن طريق التنفس. تمام، هي كده المعلومة سبتت في دماغي، لان كان في ناس كتيرة كانت بتصور التمرين. ماشي يا فندم. كابتن حمادة، يا الناس علشان تفهم الدهون بتخرج ازاي لازم الاول تعرف الدهون بتتكون من ايه. هذه مشكلة.
الدهون بتتكون من اكسجين وهيدروجين فلما لما الجسم بيبدا يحتاج افتح الصوت من عندك تمام كده سامعين حضرتك اتفضل اتفضل الدهون بتتكون من اكسجين وهيدروجين وكربون تمام. فلما الجسم بيحاول يحرق الدهون بترجع لصورتها الاساسيه اللي هي الثلاث عناصر بنستخدم منها الاي تي بي اللي هي الطاقه بتروح الجسم بيستخدمها كطاقه العضلات والكربون والحاجات الثانيه بتطلع في صوره التنفس وجزء بيطلع في صوره العرق وجزء بيطلع في صوره اخراج الميه دي طريقه اخراج الدهون تمام الله ينور يا كابتن طيب نكمل يا جماعه على السريع كده عشان الوقت بس لان الموضوعات كثيره جدا النهارده ولازم نخلصها كلها مهمه جدا 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 بالنسبه لي يعني ممكن ناس تانية مهمة لهم أو مش مهمة الكارديو هناخد في دورة هنعمل في دورة إن شاء الله دورة دولية الكارديو بس الكارديو بتخصص بتاعه بالنسبة للكيك بوكس لأنه هو موضوع مهم جدا اللي أنت ممكن تعمل بيه كل شيء عندك في التمرين ولكن باستخدام طريقة الكيك بوكس ولأن هناخد فيه الطرق المستخدمة فيه سواء أنت تستخدم بطريقة تسيب العصب هتلاقي بتعمل بالعامية أو تشد العصب وفي طرق تانية اللي هي كاردو من ثبات أو كاردو بحركة أو كاردو بجامب ثلاثة وفي التسخين بتاع الكاردو وهي حركات الكاردو اللي بتحرق بسريع جدا وهي الحركات اللي ممكن تعمل تقويات والحركات اللي تعمل مرونة بالكيك بوكس بالضربات نفسها والآخرة كل التخصصات دي هناخدها في الدورة اللي هنعملها إن شاء الله دورة هتكون مخصصة للكارديو لأن أعتقد إن الدورة اللي احنا بناخدها دي شاملة حاجات كتيرة جدا وموضوعات كبيرة كل موضوع منه عايز دورة لوحده عشان ويبقى أسهل يعني مثلا الكارديو ده هناخده في 3 أيام بس التخصص حاجة يعني نعمل الدورات بعد كده بالتخصص أفضل من ناخد حاجة عامة يعني صعب تيجي تقول واحد عامة خليك مدرب في أسبوع ده كل حاجة طبعا كمية المعلومات صعبة أنت تستوعبها يعني فاللي موافقين على موضوع اللي هو نعمل الكارديو في 3 ايام تخصص حاجه يعني ان شاء الله طيب في دوره طبعا نعملها اللي هي دوره الحكام المدربين الحكام الدوليه في الثلاث العاب الكيك بوكسينج كيك بوكس واي تاي والام ام اي وحكام حبه معتمده ان شاء الله وخدت موافقه بيه ده انا معاك وش فيها يا كابتن طيب وفي دوره كويريت كويريت تدريب ام ام اي لا للتدريب ام ام اي تدريب ام ام اي طب خلاص هنظبطها ان شاء الله هو في احنا في مفاوضات مع الدكتور شريف هيكلمنا المستر سامي القبلاوي اللي هو حاضر في الماي تاي ان شاء الله طيب نبدا نكمل البيانات بتاعتنا تمام نوصل على دوره الكارديو طب انا عايز كارديو يا جماعه يبعت لي يقول لي انا كارديو استاذ انا كابتن حماده بس معلش وانت بتتكلم عن الدوره انا جالي تليفون معلش فممكن اعرف الدوره ايه بالظبط معلش دوره كارديو هيتعمل دوره كارديو ودوره حكام ودوره مواي تاي ودوره ام ام اي يعني هيعمل تخصص في كل دوره في كل حاجه عشان طبعا انت عارف ما ينفعش نيجي ندي دوره عامه كده فيها كل صعبه يعني انا مش لاقي احنا بنقعد 4 ساعات في يوم ولا 5 وما نكفيش كمان وبقى اكتر من اسبوع اسبوع فالموضوع تمام مش... خلاص انا اي دوره انا معاك فيها تخصص ان شاء الله طيب جميل جدا معاكم في الدوره في تمرين التخسيس عن طريق ايوه طبعا ما الكارديو يا جماعه ازاي تخسس واحد وهقول لك لان طبعا هجيب لك عمليه حسابيه كده واتجالك هتحط وزن مع طول ومع مش عارف ايه مع شكلات كده هيطلع لك برنامج محتاج كم تمرين يحرق كل تمرين كم كيلو مع عده عوامل بتحطها بتطلع الولد تقول له انت 6 ايام يكون عندك 10 كيلو نزل خلاص معلومات اكيده وهجيب لك دي احصائيات هتبقى يعني ايه عمليه سهله جدا وحسابيه هتبقى متوفره معاك في الكارديو هتاخد حاجات يعني ايه اللي هي تبقى راجل متخصص كارديو لان طبعا الكارديو بره متخصصين فيها ولكن عندنا في العرب انت مدرب كيك بوكس ومواي تاي وكارديو وهندي وزومبا كل حاجه وطبعا ده مش تخصص مش كويس بس احنا مش متخصصين في حاجه بتاع شامل بتاع كله طب هنخش على واحد اتنين تلاتة طيب هنتكلم النهارده
بعد حاول اللي هنقوله بعد ما نخلص دلوقتي هنتكلم على شروط تعيين اللي عايز يمسك رئيس الإسكا. أنا مثلا ماسك رئيس مصر، اللي عايز يمسك رئيس الكويت، رئيس المغرب، المغرب فيها واحد، اللي عايز يمسك رئيس السعودية، تونس، تونس فيها واحد، تونس والمغرب فيها واحد. يعني هو الدول اللي فيها دلوقتي حاليا اللي ماسك رئيس دولة الإسكا تونس والمغرب ومصر، بقيت الدول فاضية. فطبعا كلمت بول امبارح لبول اللي هو رئيس الإسكا في أمريكا وقال لي اوكي، انا قلت له عايزين نفتح، قال لي خلاص افتح المجال وهتكلم لك فيها في التفاصيل واقول لك شروطها دلوقتي. وبعدين هنتكلم على شروط اي مدرب عايز يدي ياخد رخصه يبقى مختبر درجه احزمه من اصفر لحد البني، اللعيبه بتاعته انا متوفر وموجود. وهنتكلم على شهاده الدوره الرسميه هتطلع تقديه والمهله بتاعتها وشروطها، وشروط درجه الحزام الاسود المدربين اللي عايز ياخد درجه حزام اسود، وفي معادله للناس اللي هم الكبار او معاهم احزمه من العاب ثانيه. عندنا تخصيص من دان واحد الى دان سبعه. طيب دول حاجات هتكلم فيها في اخر محاضره هتبقى مهمه جدا. اما دلوقتي هنبدا نرجع على وهنتكلم على الاسئله بتاعه الاختبار. جبنا الاسئله المقدمين وقلت لهم كل واحد يحط الاسئله، وهديكم الاسئله النهارده بحيث انت تذاكرها، بحيث لما انت تختبر تقول لي انت ذاكرت الاسئله وعرفت ايه الاجابه بتاعتها، اجي نختبرك يبقى سهله معاك ان شاء الله. طيب الاختبار هيبقى تحريري ولا شفوي؟ شفوي. وانت انت خدت